الكل بيتكلم عن أساسيات الرسم بالرصاص من الصفر، لكن محدش اتكلم قبل كده عن المرحلة المتقدمة في الرسم بالرصاص. أهم سمة من سمات المرحلة المتقدمة في الرسم بالرصاص الوقت. عامل الوقت مهم جدا. الرسمة دي رسمة لدمى عتيقة أخذت مني بالظبط 48 ساعة، لكن طبعا أنا مسرع لكم الفيديو عشان أوريكي خلاصة التجربة اللي وصلت لها في المستوى المتقدم للرسم بالرصاص. أول سمة زي ما قلتلك هي عامل الوقت. كل ما زاد الوقت زادت جودة الرسم وزادت التفاصيل في كل طبقة. تاني سمة هي إن أنا بشتغل وبرسم بالطبقات، طبقة أولى خطوط، طبقة تانية ظلال، وهكذا. يبقى بطبق اللي أنا اتعلمته في المرحلة بتاعة التأسيس وأفرده بالوقت وبالطبقات في الرسم المتقدم بالرصاص. عشان أبسط لك الصورة، الموضوع يشبه إن أنا بتعلم الحروف والانتظام في الكتابة على السطر في الصف الأول الابتدائي. بعد كده مثلا بيتطور الموضوع، مستوى اللي أعلى من كده أكتب كلمات، المستوى اللي بعد كده أكتب جمل. أنا هنا في مرحلة الرسم المتقدم بالرصاص يعتبر بكتب جمل، لأن أنا بدي كل حاجة حقها، كل تفصيلة في كل طبقة بديها حقها من الرصاص ومن التفاصيل الأخرى. مثلا هنا ادينا الطبقة الأولى خطوط، الطبقة الثانية ظلال حادة، الطبقة الثالثة ظلال متوسطة، وفي الآخر التفاصيل زي ما انت شايفة كده. الفيديو متسرع عشان تقدري تلقطي كل الكلام ده. قبل ما ببدأ أكتب الجمل، المفروض أن أنا أكون اتدربت قبل كده على الكلمات وتركيبها من الحروف. ففي الرسم المتقدم بالرصاص المفروض أن أنا كل تفصيلة بكون متمرنة بيها مرة واثنين وتلاتة على حدة، زي مثلا هنا فساتين الدمى، وجوه الدمى، الكرانيش، كل حاجة من دي اتمرنا عليها في دورة رسم الدمى على حدة. هتلاقي رابط الدورة في الوصف. الدورة دي لو انت عندك خلفية بسيطة عن الرسم بالرصاص هتقويكي وهتنقلك للمستوى الأكثر تقدما، وخصوصا ان النتائج تفرح جدا وكلها موضوعات بتحبها البنات. زي ما انت شايفة مثلا هنا الانتفاخ، الثنايات بتاعت القماش، كل ده تم تدرب عليه بالتفصيل الممل في دورة رسم الدمى. كمان في مصادر حلوة جدا بنرسم منها. اما لو انت مبتدئة تماما وعندك خلفية بسيطة جدا عن الرسم بالرصاص، تقدري برضو تنضمي وتشتركي في دورة قوة الخط لتعليم الرسم من الصفر عشان تقدري تبدأي بداية صحيحة، او لو حتى في مشاكل في رسمك تقدري تصححيها في الدورة دي. ولو انتي مش عارفة انتي مستواكي وصل لحد فين في الرسم بالرصاص، يا ترى قوي يا ترى ضعيف يا ترى متوسط، تقدري تبعتيلي على الانستجرام، هتلاقي الرابط في البايو، 3 من اخر رسمات رسمتيها عشان نقدر نحدد الدورة اللي انتي محتاجاها بالظبط. يا ترى قوة الخط لتعليم الرسم من الصفر، ولا الرسم المتقدم بالرصاص في رسم الدمى. بس البعض هيسألني اشمعنى الدمى العتيقة هي اللي بنرسمها بالرصاص بشكل متقدم؟ هقولك ليه. لانها عبارة عن تحدي. في فنانين كتير قوي بيحبوا دايما العناصر اللي بتجمع اكتر من حاجة في حاجة واحدة. بمعنى الدمية فيها وش الانسان، فيها أنواع من القماش، فيها ستان، فيها دانتيل، ففيها أكتر من ملمس. ودي بالنسبة لنا كفنانين تحديات، إن إحنا إزاي نقدر نبرز الملمس الخاص بكل نوع قماش، إزاي نقدر نبرز البراءة والطفولة في وجه الدمى، ما نخليهاش مثلا دمية مرعبة أو فيها خوف. فده تحدي وما يقدرش عليه غير اللي شغال على نفسه كويس قوي، وإن شاء الله أنت تكوني منهم.